أخبار اليوم. لازم ننزل وانتخب عشان مصر دي مش هتتعوض، وهي احسن بلد في البلاد كلها. مهما يعملوا في مصر مش هيقدروا برضك يوقعوها. طول ما احنا في رجاله وفي حريم واقفه بظهرها وبظهر السيسي، عمر مصر ما هتقع ابدا. وهي مصر دي هي الاولى على الدول كلها. مهما يعملوا برضك هنقف على رجلينا، عشان في ناس زي ما في ناس وحشه في برضك ناس حلوه. وطول ما الناس الحلوه دي واقفه هي اللي سانده مصر وسانده السيسي. السيسي مش واقف لوحده، عشان احنا واقفين في ظهره. هو هيعمل ايه ولا ايه ولا السيسي؟ السيسي يشكر على دماغنا من فوق. هيعمل ايه؟ مسافر البلاد وبيشحت علينا وبياخد من ده وبياخد من ده عشان تقف على رجلينا. فالناس لازم ده تشكره وتقف جنب منه، ها، وتدعي له. هو ده بيطلع من جيوبه ومن قلبه ومن صحته، سايب بيته وعمال يسافر هنا وهنا وهنا عشان يجيب لي مين؟ مش يجيب لنا احنا عشان ناكل؟ عمال لنا تموين ببلاش، دعمات ببلاش، كل حاجة ببلاش. عايزين نعمل أكتر من كده. إيه؟ فتح لنا قناة السويس وأحسن حاجة. الحمد لله انتخبنا. انتخبت قلت لأولادك أو قلت كله ينزل إن شاء الله؟ كله هينزل ينتخب بإذن الله. هينزل حزب كندا دول كله. سيبك منهم، إحنا أكتر منهم برضه. حزب كندا دول خليهم، مش هيستفادوا حاجة، بل هم اللي خسرانين. إحنا مش خسرانين، إحنا كسبانين برضه. ورضا ربنا علينا، وربنا يقويك يا سيسي. بلدنا دي ما تتعوضش، أحسن بلد.